معنا فراس الخطيب، حياك الله يا ابو حمزه. الله يحييك، مساء الخير لك وللشباب اللي عندك في الاستوديو ولجميع الساده المشاهدين. هناك لغط ابو حمزه، ان هل استلم ابو حمزه جزء من المبلغ ام استلم المبلغ كامل من مستحقاته؟ لا الحمد لله انا استلمت المبلغ كامل ومن هالبرنامجكم، فشكر رئيس النادي السيد جمال الكاظمي، رئيس النادي السيد عبد العزيز عاطور، نعم، انهم يعني كانوا على قدر المسؤوليه وانهم الحمد لله خلصوا الاحتياجات، وهذا الشيء اللي كان يعني منتظر منهم، وهم دائما سباقين الى وضع النادي دائما انه يكون في افضل حال. وجهة فراس الخطيب القادمة بعد ما تم دفع جميع المستحقات. والله اللاعب يجي عروض يعني في عدة أندية، في هذا الشهر الشهر القادم يمكن الحين أندية في الكويت وخارج الكويت تبذل الستارة الموسم اللي فات وتبدأ تفكر في الموسم القادم، فخلال الشيء هذا خلال هالأشهر أكيد فراس خطيب بالنهاية راح يختار الأفضل إلى شخصيا على الصعيد النفسي المادي الاجتماعي، كل الأمور تحتاج دراسة وين الأفضل، صحيح، وربك يختار ودعواتهم ربك يختار لنا الخير. تستاهل كل خير، لكن مفهوم. هناك اولويات ابو حمزه. يعني في يعني مثلا انا بأحترف بالكويت، مثلا يعني كفراس الخطيب بأحترف لهيك أنا بدوله قلت لك، دوله أنا الكويت، او بطلع خارجي، او يكون الاولويه للنادي العربي مثلا. أنا قلت لك أول شيء يعني الدراسة لازم تكون جميع الأمور، يعني لازم تحط كل الأمور فيها اهتمام، فقلت لك اجتماعية نفسية عائلية مادية، فحسب الأمور اللي تكون، يعني أكيد خيار الأول هو الكويت، نعم بلد الكويت يعني نعم نعم كبلد كحياة اجتماعية، بلدي أعتبر نفسي واحد من أبناء الكويت، فهذا له الدور الأول الخيار الأول، لكن في أمور ثانية عادة. فأنا كان لازم يصير في قياس بين مواضيع الجميع، أكيد الأولوية في الكويت للنادي العربي، هذا لا شك فيه، الأولوية النادي النادي العربي النادي اللي لعبت فيه 8 سنوات أعتبرها بيتي في كل وقت، نعم لكن تعرف في أمور كثيرة تحتاج إلى دراسة وتأني، وهذا مستقبل يعني، أكيد فالإنسان يكون حريص على اختيار القرار المناسب، الله يلهمنا الصواب في النهاية. تستاهل يا ابو حمزه كل خير ان شاء الله. انت من اللاعبين ايضا اللي اخلاق وخلق داخل الملعب وخارج الملعب اللي تستحق كل الخير والاشاده فيك. كل الشكر لك يا ابو حمزه. أنا بس بدي قول. أتكلم، أنا يمكن سمعت حاليا بس دخلت وشفت البرنامج، فسمعت طلال نايف يتكلم قبل، طلال أنا شهادة الأمانة يعني لاعب يستحق كل الاحترام نعم كثير في النادي العربي، ومثل ما قال يعني أخوي طلال من النادي وبيت النادي العربي، فطلال أدى والله يعطيه العافية، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يحلوا له كل مشاكله، وأتمنى استمراره صراحة في النادي العربي لأن مكسب لأي نادي راح ينتقل طلال. نعم، بشكل بسيط، العربي قدموا لك عرض للاستمرار مع النادي؟ والله حاليا شوف عربي او اي نادي او بدايه لازم يشوفوا مين راح يتم التغيير، مين راح يكون المدرب، لان من غير المنطقي ان حاليا النادي العربي واداره النادي العربي تقدم عرض لفراس قبل ما تشوف مين هو مدير الفريق مين هو مدرب الفريق. تفرق معك من المدرب فراس؟ لا، مو موضوع يفرق مع فراس، انا عم اقول لك تفرق مع النادي، النادي اليوم اذا طلب جابوا مدرب جديد، المدرب هذا يمكن عنده لاعبين معينين، لو جابوا اداري يمكن الاداري هذا او شو اسمه يقول لك انا ما ابي فراس مثلا، فمن غير المنطقي النادي ممكن شفهيا يكلمون النادي شفهيا، لكن لا يمكن النادي يعطيني قرار كلموك شفهيا. عموما كل الشكر لك يا ابو حمزه، ونتمنى ان شاء الله نشوفك عندنا بيوم من الايام ايضا ضيف داخل البرنامج.